بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعرف نفسي لحضراتكم، أنا دكتور فوزي الشاهد، أستاذ الرمد بكلية طب منها، والمشرف على قسم الرمد بكلية طب حلوان. إن شاء الله ننوي شرح مادة البصريات للزملاء المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه. هذه المحاضرات قام بوضعها في صورة باوربوينت دكتور أحمد الشاهد مدرس الرمد بكلية طب حلوان، وإن شاء الله سوف نقوم بشرحها قدر المستطاع. كورس البصريات يشتمل أساساً على ثلاث أجزاء رئيسية: 1. جزء نظري خاص بالضوء، طبيعته، خواصه، والتطبيقات المختلفة لتلك الخواص. ثم بعد ذلك يأتي دراسة العين as an optical system، وأخيرا دراسة تركيب وكيفية عمل الأجهزة البصرية المختلفة. نقطة أخيرة، المراجع. هنذاكر منين؟ المرجع الأساسي بتاعنا هو جزء الأوبتكس اللي موجود في الأمريكان سيريز. اللي حابب يتوسع أو يقرأ نقطة بتفصيل أكتر، هناك كتاب جميل جدا كان زمان بيطبع لوحده اسمه أران سفير، حاليا هو موجود في الدوينز أوفثالمولوجي as optical part. Certificate, this is to clarify that first, as we mentioned before, the main reference to this course is the Clinical Optics book, section number 3 of the American Academy of Ophthalmology series, Basic and Clinical Science course. Second, respecting the ownership rights and copyrights, we contacted the administrative staff of the American Academy of Ophthalmology and they gave us a license to use the figures of that book in our course. And finally, we are extremely obliged to the American Academy of Ophthalmology for their permission, valuable help, and appreciating their support to this online teaching course. أول حاجة عاوزين نعرف إيه معنى كلمة Optics. Optics هي the scientific study of light. طيب هنبدأ نتكلم على الضوء وطبيعته. في أكتر من نظرية بتفسر طبيعة الضوء. النظرية الأولى بتقول إن الضوء عبارة عن electromagnetic waves، وده اللي أثبته توماس يانج بأنه جاب ضوء ونوره على فتحتين صغيرين، حصل حاجة اسمها diffraction ودي هنشرحها بعدين، وده بيثبت ان الضوء عبارة عن waves وان الظواهر بتندرج تحت ذلك بنسميها physical optics. امثلة لده interference وdiffraction. النظرية التانية بتقول ان الضوء عبارة عن خطوط وان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة تسمى rays، والجزء اللي ده بيندرج تحت مسمى geometric optics. امثلة لده reflection وrefraction. النظرية الثالثة بتقول، وهي اللي تبناها ماكس بلانك وعمل نظرية الكوانتم ثيوري وجمع ما بين النظريات السابقة، وقال ان الضوء sometimes act as particles و sometimes acts like a wave. جه بعديه ألبرت أينشتاين وحل المشكلة دي وقال ان الضوء متكون من جسيمات متناهية الصغر تسمى فوتونز، وان كل فوتون has energy، وبالمناسبة أخذ عليها نوبل برايز، وإن الظواهر اللي بتفسر بهذه النظرية تسمى كوانتم أوبتكس. كوانتم أوبتكس زي ما قلنا دي النظرية اللي بتقول إن الضوء له كتلة ووحدته الفوتونز. لو تخيلنا إن اللايت إنرجي تفاعل مع مادة معينة فيحصل أبزوربشن للإنرجي بواسطة الإلكترونز وهيحصل إكسايتيشن للإلكترونز. الإلكترونز دي هتتحرك من lower energy level لإكسايتد ستيت. After reaching the excited state, the excited electrons try to return back and energy is liberated in the form of heat or chemical reaction. وجدنا ان الفوتونز energy بتزيد مع light with short wavelengths. Example, in fluorescence, the exciter بيكون blue light اللي هو عنده short wavelengths and it will emit yellow-green light having longer wavelengths with the liberation of heat or chemical reaction. الرسمة اللي فوق دي صورة الفوتون بالإلكترون مايكروسكوبي.
physical optics. ايه هو الفيزيكال اوبتكس؟ هو الجزء من الاوبتكس اللي بيقول ان الضوء عبارة عن electromagnetic wave. طيب ايه هي الالكترومغنيتيك ويف؟ هي electric field وmagnetic field، ودول عبارة عن force fields act upon charged particles، وان الparticles دي do not move but it is the electromagnetic field that increase and decrease and reverse its direction. وعشان نفهم النقطة دي كويس هقول لكم مثالين. المثال الاول لو بصينا للرسم اللي تحت هنلاقي قطع الدومينوز مترصصين ورا بعض. لو افترضنا ان احنا زقينا اول قطعة، فالقطعة الاولى هتزق اللي بعديها واللي بعديها هتزق اللي بعديها، وينتج عن كده حركة، ولكن كل قطعة موجودة في مكانها. طيب المثال التاني، لو احنا فاكرين حركة الموجة اللي كان بيعملها المتفرجين في ملاعب الكورة، جزء من المتفرجين بيوم يقف وبعد كده بيقعد، والجزء اللي بعديه بيوم يقف وبعد كده بيقعد، والنتيجة في الآخر بيكون منظر الموجة أو الحركة، ولكن في الآخر مفيش حد من المتفرجين بيتحرك من مكانه. طيب إيه هي خصائص الإلكتريك أند ماجنيتيك فيلد؟ لو بصينا على الرسمة اللي فوق فهنلاقي إن اللون الأحمر هو الإلكتريك ويف، وإن اللون الأزرق هو الماجنيتيك ويف، وإن الاتنين بيكونوا perpendicular to each other، وإن الاتنين بيكونوا perpendicular to the direction of motion of the wave. وطبعا اللي بيهمني هنا أكتر الإلكتريك ويف عن الماجنيتيك ويف. بعد ما شرحنا خصائص الإلكترومغنيتيك ويفز، تعالوا نفهم إيه هي الكومبوننتس أوف إيتش إلكترومغنيتيك ويف. الرسمة اللي على الشمال بتوضح أن إلكترومغنيتيك ويف، لو ابتدينا من نقطة A على الريفرنس لاين، هنلاقي إن الفيلد بيزيد من الريفرنس لاين تو ذا توب أو الكريست اللي هي حرف B، ويرجع يقل تاني لحد ما يوصل للتراف اللي هي حرف D، ويرجع ينعكس ويزيد تاني. طيب المسافة ما بين الكريست والكريست اللي بعديها بنسميها ويف لينث، ودي بتقاس بالنانومتر. طيب ايه هي الامبليتيود؟ ده الماكسيمم فاليو اللي بيعمله الالكتريك فيلد ما بين الريفرنس والكريست. طيب ايه هي الفريكوانسي؟ هي عدد الكريست اللي بيعدي على نقطة محددة في الثانية الواحدة، وتقاس بالهرتز. طيب لو بصينا على الرسمة اللي على اليمين هنلاقي بتوضح الاسبكترم اوف الكترومغنيتيك ويفز، وده الجزء اللي احنا بنشوفه اللي هو الفيزيبل لايت، وده اللي بيقع ما بين 400 و700 نانومتر، وبيكون الاصغر هو اللون البنفسجي، والاكبر في الويف لينث هو اللون الاحمر، وبينهم بتتدرج الالوان على حسب الويف لينث بتاعتهم. لو بصينا الجزء اللي على شمال الفيزيبل لايت هيكون ده الالكترومغنيتيك ويفز اوف لونجر ويف لينسز زي الانفراريد والمايكروويف والراديو ويف. ولو بصينا على يمين الفيزيبل لايت هنلاقي الالكترومغنيتيك ويفز اللي هي عندها شورتر ويف لينسز زي الالترا فايولت والاكس رايز والجاما رايز. طيب زي ما احنا شايفين كده، احنا ليه مش بنشوف الالترا فايولت؟ عشان الكريستالين لينس بتاعتنا بتابزوربز الالترا فايولت ريز، وعشان كده في عيانين الافيكيا بعد ما بنشيل لهم العدسة بعد العملية بيجي يقولولنا ان احنا شايفين الضوء مزرق شوية، وده عشان الريتنا could detect الالترا فايولت in افيكيا. Properties of light، اول حاجة نتكلم عليها هي الانترفيرنس او التداخل. الرسمة اللي على الشمال دي بتوضح ازاي الانترفيرنس بيحصل. لو انا عندي source of light بيطلع electromagnetic waves، لو قابل screen فيه فتحتين صغيرين S1 و S2، كل واحد من الفتحتين دول will act as a new source of light، وكل واحد هيبتدي يعمل its own waves. قدامنا احتمالين لما الwaves بتاعت ال S1 تقابل ال S2. الاحتمال الاول في الرسمة اللي في النص، لو الويفز بتاعت ال S1 قابلت ال S2 بحيث ان التوب او الكريست بتاعت الويف الاولاني ماشي مع التوب والكريست بتاعت الويف التانية، في الحالة دي بنسمي الويفز دي in phase،
وهتكون النتيجة هو جمع الاتنين waves مع بعض، ودي بنسميها constructive interference. الاحتمال التاني في الرسمة اللي على اليمين خالص ان التوب او الكريست بتاعت الويف الاولانية تقابل الترف او البوتم بتاعت الويف التانية، وفي الحالة دي بنسمي الويفز out of phase، والنتيجة هتكون ان الاتنين هيضعفوا بعض، وفي الحالة دي بنسميها destructive interference. المحصلة النهائية لو انا عندي سكرين استقبل عليه الويفز دي، هتكون عندي bands of bright and dark areas بنسميها interference fringes، بحيث ان البرايت bands دي هي بتمثل لي الconstructive interference، والدارك bands دي بتمثل لي الdestructive interference. clinical importance of interference. ايه clinical importance of interference؟ اول حاجة عندي coating of lenses، تاني حاجة interference filter، تالت حاجة laser interferometry. طيب هنبتدي نتكلم على اول حاجة اللي هي coating of lenses. لو انا باجي افحص العيان بالindirect ophthalmoscope بستخدم معاه عدسات، العدسات دي بتبقى coated. source of light بتاع الindirect ophthalmoscope جزء منه بيعدي من العدسة ويروح الريتنا ويرجع تاني عشان اشوف الفندس، الجزء التاني بينعكس من على سطح العدسة وهو ده اللي بيضايقني، وعشان اتخلص منه بعمل coating للعدسة. طيب بالتالي لو انا بصيت على الرسمة اللي تحت هلاقي ان اللون الاحمر بيمثل light reflected من سطح العدسة، وان اللون الازرق بيمثل light reflected من الكوتينج ماتيريال، الاتنين بيقابلوا بعض ويعملوا destructive interference ويلغوا بعض، وعشان كده بقدر اشوف كويس. تاني حاجة interference filter، دي زي الفلترز اللي موجودة في الفاندس كاميرا. طيب متكونة من ايه؟ من multiple thin coatings of materials with known refractive indices عشان تخلق لي interference between layers، وتكون النتيجة allow certain wavelengths of light to path and reject others. طيب تالت حاجة عندي laser interferometry، هي عبارة عن coherent laser light split into two beams which passes into different parts of the pupil and overlaps again on the retina giving interference fringes، ودي اللي شرحناها قبل كده، وهي عبارة عن bands of bright and dark areas. طيب استخداماتها ايه؟ It is used to estimate function of the retina عن طريق اني بسأل العيان على ال orientation of these interference fringes سواء horizontal او vertical. نستخدمها في ايه تاني؟ To measure axial length of the eye. Coherence. ايه هو الديفينيشن بتاع coherence؟ When light waves have chance to be in phase such light beam is called to be coherent. ونحط تحت in phase 100 خط. لو بصينا على الرسمة الأولانية، لو أنا عندي beam of light الwaves بتاعته ماشية top مع top بنسمي اللايت beam ده coherent، أما لو الwaves بتاعته ماشية top مع الترف بنسميه incoherent. طيب لو أنا عندي ordinary light زي الرسمة اللي في النص متكون من أحمر وبرتقاني وأخضر وأزرق وموف، هنلاقي إن كل لون له different wavelengths. لو افترضنا انهم بادئين بداية واحدة بحيث ان التوب مع التوب، ولكن نتيجة الاختلاف الwavelengths بتاع كل لون هنيجي المرحلة هنلاقيهم مش ماشيين توب مع توب، وفي الحالة دي هنسميه incoherent light. طيب لو انا عندي monochromatic light يعني wavelengths واحد زي الرسمتين اللي تحت، والمثال الاشهر له هو الليزر لايت، هنلاحظ ان الويفز بتاعته التوب مع التوب والبوتوم مع البوتوم، وعشان كده الليزر لايت is highly coherent. polarization. عاوزين دايما نربط ما بين polarization وكلمة same plane. طيب لو بصينا على الرسمة اللي فوق اللي على الشمال، لو انا عندي light source بيطلع waves، الويفز دي ماشية في different plane، لو الويفز دي عدت على polarizer البولاريزر بيسمح بمرور الويفز في certain plane ويمنع الباقي ويديني light بنسميه polarized light. طيب ايه هي definition of polarized light؟ is a light beam with parallel electromagnetic wave in same plane produced by ordinary light and intersecting it with a polarizing substance with a polarizing angle. طيب
ايه هي الكلينيكال ابلكيشن بتاعت البولاريزيشن؟ اول حاجة عندي السان جلاسز، تاني حاجة to detect stress lines in glasses، تالت حاجة الانتوبتيك فينومنا اوف هايدينجر براش، رابع حاجة special test projector charts to test each eye separately. طيب هنتكلم على اول حاجة اللي هي السان جلاسز. لو انا سايق العربية، الضوء المنعكس من الاسفلت بينعكس على عيني وبيبقى في horizontal plane، وهو ده اللي بيضايق الواحد وهو سايق. طيب لو انا لابس polarized sunglasses، دي بتمنع دخول الريز اللي هي بتبقى horizontal plane اللي هي باين عندي باللون الاحمر، وتسمح بدخول الريز اللي هي في vertical plane اللي هي باللون الازرق. فعشان كده وانا لابس polarized sunglasses ما ببقاش متضايق من انعكاس الضوء على عيني. طيب تاني حاجة هي to detect stress lines in glasses، ودي used in optical lens making. تالت حاجة الانتوبتيك فينومنا اوف هايدينجر براش، ايه هي؟ دي بتبقى ظاهرة بصرية ناس كتير عندها القدرة ان هي تدرك البولاريزيشن اوف لايت، وهي بتبقى عبارة عن، لو احنا بصينا للرسم اللي تحت هنلاقيها عبارة عن yellowish horizontal bar او bowtie shape visible in the center of visual field لو احنا بصينا للblue sky away from the sun. طيب ال direction of light polarization بيبقى ازاي؟ بيبقى perpendicular لل yellow bar زي ما هو واضح في الصورة عندي. طيب دي نتيجة لإيه؟ دي بتنسب لوجود الزنسوفيل pigment في الماكلة. بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في foveal training في حالات السكوينت لما بتبقى عندها eccentric fixation. diffraction، ايه هو definition of diffraction؟ it is the ability of light to bend around edges، بمعنى ان لو عندي source of light بيطلع light waves بيعدي من خلال aperture، هنلاقي ان عند ال edges بتاعت ال aperture sides of wave front will tend to deviate away from the main wave، وهتكون النتيجة هتتكون لي new waves which will intersect and form interference زي ما شرحنا قبل كده. طيب الـ formula of diffraction بتقول إن there is a direct relationship between the angle of diffraction and wavelength، وبالتالي الـ diffraction بتقل مع short wavelength والعكس صحيح. طيب الـ clinical application، إيه هي clinical application of diffraction؟ أول حاجة لقينا الـ efficient diameter of the pupil is 2.5 mm، أقل من 2.5 بيعمل لي diffraction وبالتالي interference at the retina and will limit resolution. طيب above 2.5 هيعمل لي spherical and peripheral aberration which will limit also the resolution. تاني حاجة it sets a limit for optical system resolution بما فيها العين. scattering، التشتت، ايه هو definition of scattering؟ when light travels through a medium with many small particles as dust it hits any of the particles and reflected in a new direction. طيب ايه هي الفاكتورز affecting scattering؟ factors affecting scattering اول حاجة عندي particle size، كل ما particle size زادت كل ما scattering زاد. تاني حاجة عندي wavelength، كل ما زادت عندي الـ short wavelengths كل ما زاد عندي الـ scattering. وتطبيق على ده إن أشعة الشمس فيها different wavelengths أقلهم بيكون اللون الأزرق بيحصل له scattering بالـ atmospheric particles، وعشان كده أنا بشوف السماء باللون الأزرق. طيب إيه هي clinical application of scattering؟ أول حاجة عندي في حالات الكورنيا الإديمة بيحصل disruption للـ closely packed collagen وبالتالي بيحصل منه scattering وبالتالي بيحصل haze. تاني حاجة في حالات الـ large cataractous molecules بيحصل منها scatter وبالتالي بيحصل الـ opacity. تالت حاجة في حالات الـ aqueous flare بيحصل scattering من البروتينز اللي في الـ anterior chamber، وعشان كده أنا بقدر أشوف الـ aqueous flare. طيب إيه هي الـ effects of scattering؟ الـ effects of scattering إن هي بتقلل الرؤية عن طريق حاجتين، أول حاجة عن طريق الـ glare والـ halos اللي بيحصل نتيجة للـ scatter. تاني حاجة إن السكاترينج بيقلل كمية الضوء المطلوبة لتكوين الصورة. طيب نقطة عملية على السكاتر،
ان انا وانا سايق لو ازاز العربيه عليه تراب، اشعه الشمس بتيجي تقع على التراب ده وبيحصل لها سكاترينج، وبالتالي بيخلي الرؤيه غير واضحه. ليزر، بخصوص الليزر هنتكلم على 3 نقاط. النقطه الاولى ايه هو تعريف الليزر وازاي بيتكون، النقطه الثانيه ايه هي مواصفات الليزر لايت، النقطه الثالثه والاخيره ايه هي التاثيرات المختلفه للليزر لايت على التيشو. هنيجي نتكلم على اول نقطه، ايه هو الليزر؟ هو اختصار للايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن، وان اللايت ده انكلودز الكترومغنيتيك راديشن اوف اني فريكوانسي مش بس فيزيبل لايت، وعشان كده وي هاف اكس راي ليزر وجاما ليزر. طيب consists of ايه الليزر؟ لو بصينا للرسمه اللي فوق هنلاقي ان اول حاجه عندي جين ميديوم. الجين ميديوم ده is a material with properties that allow it to amplify light، وان الميديوم ده ممكن يكون في صوره جاز او ليكويد او سوليد. تاني حاجه عندي for a gain medium to amplify light محتاج energy ببروسيس بنسميها pumping. الانرجي دي ممكن تكون في صوره يا اما electric current او light of a different wavelength. لما الاتومز بيحصل لها excitation بتemit particular wavelengths of light. اخر حاجه عندي pair of mirrors، عندي مرايتين، مرايه بنسميها high reflector او total reflector، ومرايه تانية بنسميها output coupler، ودي بتبقى partially transparent. طيب ايه هي الفانكشن بتاعت الميرورز دي؟ دي بتعمل bounces لللايت back and forth، بتخليها pass through الميديوم وبينج امبليفايد each time. بعد ما بيحصل amplification لللايت بتيجي مرحله يتكون فيها الليزر بيم. تاني حاجه هنتكلم عليها هي الليزر properties. ايه هي خصائص الليزر؟ اول حاجه هي المونوكروماتيك. يعني ايه مونوكروماتيك؟ يعني it is of one wavelength او color، ده على عكس الordinary light which is a combination of many wavelengths او colors. وبالتالي الdifference في الwavelengths في حالة الليزر بتبقى very small بمقدار 0.01، لو قارناها بالordinary او الwhite light بتكون 300 نانومتر، وده الفرق ما بين اقصر wavelengths واطول wavelengths. بما ان في حالة الليزر الwavelengths ده بتبقى one wavelengths، يبقى there is no chromatic aberration and can be focused. تاني حاجة الدايركشناليتي. يعني ايه دايركشناليتي؟ يعني الريز اوف ليزر بترافل ان نارو بيم ان سبيسيفيك دايركشن، وبتبقى almost parallel، وان الدايفرجنس بتاعت الريز بتاعتها بتبقى very slowly بمقدار 1 مليمتر في الدايمتر في المتر. مثال لده لو انا جبت ورقة وشغلت تورش، هنلاقي ان النور بتاع التورش ده بيفرش على الورقة، على عكس في حالة الليزر لو جبت ليزر هنلاقي ان النور بتاعه فوكست. طيب تالت خاصية هي الكوهيرنس، والكوهيرنس شرحناها قبل كده، ومعناها ان الويفز اوف ليزر لايت بتبقى in phase and of same frequency. لو جبت ليزر وعملت له projection على rough surface هينتج عنه irregular reflections، وبيديني irregular interference pattern بنسميه sparkling أو laser speckle. رابع خاصية هي polarization، many lasers emit polarized light. laser tissue interaction، هنتكلم عن التأثيرات المختلفة للليزر على التيشو. أول حاجة هنتكلم عليها هي الفوتو coagulation، وعشان دايما نفتكرها هي عبارة عن thermal effect. بيحصل ايه؟ بيحصل selective absorption للليزر energy in the form of visible green wavelengths which is absorbed by the hemoglobin when the energy دي is converted into heat and produce structural tissue damage. Example of photocoagulation is PRP. Laser used in photocoagulation اما argon او krypton او dye او hormium. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها هي الفوتو ديسربشن، برضو عشان مننساهاش هي عبارة عن تيشو ionization، بنشبهها بإني جبت قنبلة صغيرة ورميتها جوه التيشو. بيحصل ايه؟
بيحصل high peak power pulsed laser بتعمل لي ionization للتارجت تنتج عنها acoustic shock waves بيحصل plasma formation وبيؤدي إلى tissue damage. ضمن الاكزامبلز للليزر اللي بتعمل فوتو ديسربشن هو الياج ليزر. تالت حاجة هنتكلم عليها هي الفوتو ابليشن، برضو عشان ما ننساهاش هي عبارة عن بريك للمولكيول بوندز. بيحصل ايه؟ بيحصل ان هاي باورد الترا فايلت ليزر بالس بيكسيد الكوفالنت بوند سترينث اوف مولكيولز وبيحصل ايفابوريشن للتيشوز. Thank you.